السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد علي صبحي، معيد بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال. هنستكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله في السكشن بتاع النهاردة باقي الفصل السادس في مادة إدارة سلسلة التوريد. وقفنا السكشن اللي فات عند تحديد مستوى إعادة الطلب. اتكلمنا المرة اللي فاتت أو آخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت عن الكمية الاقتصادية للشراء، أنا هشتري كمية قد إيه. النهاردة هنناقش طيب إمتى أشتري الكمية دي؟ يبقى المرة اللي فاتت أنا حددت هشتري كمية قد إيه، المرة دي بحدد إمتى هشتري الكمية، عند قد إيه من المخزون أبدأ أصدر أمر توريد جديد. يبقى لما يوصل المخزون بتاعي لقد إيه أصدر أمر توريد جديد. طيب يبقى هنا مستوى إعادة الطلب هو المستوى الذي إذا وصل إليه رصيد المخزون من الصنف يجب إصدار أمر شراء جديد. خلاص، يبقى هو ده مستوى إعادة الطلب. فلو انت في المصنع بتاعك عندك 10 طن من المواد الخام، بتستخدم في الشهر الواحد 5 طن، استخدمت من ال10 طن دول، قعدت شهر اهو تستخدم المواد الخام، فوصل المواد الخام عندك او وصل المخزون عندك ل5 طن بس. باجي عند ال5 طن دول ابعت للمورد اقول له اديني مواد خام، انا عايزك تبعت لي مواد خام. هل لما انا ابعت للمورد واقول له ابعت لي مواد خام هيبعت لي المواد الخام في ساعتها؟ لا، هيقعد فترة عقبال ما يبعت لي المواد الخام. الفترة دي اسمها فترة التوريد. طيب يبقى لما نيجي نتكلم عن فترة التوريد، هو الفرق بين الوقت اللي انا هطلب فيه الطلبية او هصدر فيه امر التوريد، والوقت اللي انا هستلم فيه الطلبية او هيجيلي امر التوريد. يبقى انا مش اول ما بصدر امر التوريد بتجيلي الطلبية، يبقى بقعد وقت، ده بيسمى فترة التوريد. علشان كده مش لازم استنى لما ال10 طن دول بتوعي يخلصوا واطلب طلبية جديدة، لانها مش هتجيلي في ساعتها. انا لو استنيت ال10 طن بتوعي يخلصوا وبعد كده اصدرت امر توريد، امر التوريد ده مش هيجيلي في ساعتها، هيجيلي مثلا بعدها بشهر او بشهرين او بعد فترة التوريد. طب هل خلال فترة التوريد دي يفضل المصنع بتاعي واقف؟ لا، يبقى لازم عند مستوى معين من المخزون اصدر امر توريد علشان عقبال ما يجيلي المصنع بتاعي ما يقفش. خلاص، في نفس الوقت لازم احتفظ عندي في المخزن بمخزون بنسميه مخزون الاحتياطي الطوارئ او مخزون الحد الادنى الحقيقي. ايه مخزون الحد الادنى الحقيقي ده؟ والله ده شوية من المواد الخام بفضل راكنهم على جنب كده احتياطي للظروف اللي ممكن تحصل. زي ايه الظروف اللي ممكن تحصل؟ ان الطلب مثلا يزيد على المنتج بتاعي، انا عامل حساب ان انا بستخدم في الشهر 5 طن من المواد الخام، يقوم الطلب يزيد على المنتج اللي المصنع بتاعي بيصنعه فاحتاج مواد خام ازيد، والموردين بتوعي مش عاملين حسابهم انهم يبعتوا لي مواد خام دلوقتي. هنا بلجأ للاحتياطي من المواد الخام بستخدمه في عملية التصنيع علشان ألبي الزيادة في الطلب اللي حصلت على المنتج بتاعي. خلاص، يبقى أنا برضو مش بس الزيادة في الطلب، يعني أنا بحتفظ بالاحتياطي ده لأي ظرف ممكن يحصل. مثلا المورد عامل حسابه إنه هيبعت لي المواد الخام خلال شهرين لكن اتأخر بقوا 2.5 شهر. طب هل النص شهر ده الزيادة المصنع بتاعي يقف؟ لا، يبقى لازم احتفظ لنفسي باحتياطي اسمه الحد الادنى الحقيقي. احتياطي من المخزون بيسمى الحد الادنى الحقيقي. طيب
يبقى لما نيجي دلوقتي انا طلبت كان عندي 10 طن، استخدمت 5 طن، اتبقى عندي في المخزن 5 طن. هقوم باعت للمورد هقول له انا عايز 4 طن. ال 4 طن دول مش هيجوا لك في ساعتها. يبقى انا هفضل دلوقتي خلاص انا بلغت المورد كده ان انا عايز مواد خام. طب الفترة دي انا بقى عندي 5 طن، هبدأ اشتغل واسحب من ال 5 طن دول علشان المصنع بتاعي يفضل شغال. بعد شهرين المورد هيبعت لي 4 طن، او بعد فترة، خلي بالك شهرين، بعد فترة المورد هيبعت لي المواد الخام اللي انا طلبتها. خلاص، يبقى هنا يقصد بمستوى اعادة الطلب الحد او المستوى الذي اذا وصل رصيد المخزون من الصنف، اذا وصل اليه رصيد المخزون من الصنف، يعني عند الخمسة دي، يجب اصدار امر شراء جديد بكمية اقتصادية تفي بغرض الاستخدام، بحيث انه عند ورود الطلبية الجديدة، يبقى لما الطلبية الجديدة بتجيلي، يكون الرصيد من هذا الصنف قد وصل الى المستوى يسمى الحد الادنى الحقيقي، وهو حد الطوارئ. يبقى انا الخمسة دول، 5 طن دول، هفضل استخدمهم لحد اما نوصل للحد الادنى الحقيقي اللي هو الطن بقى اللي انا شايله احتياطي ده. خلاص، انا شايل طن احتياطي بحيث لو حصل ازمه. اول ما اوصل افضل استخدم في الخمسه طن دول، اول ما اوصل للطن ده خلاص باقي طن في المخزون، الاقي المورد بعت لي الطلبيه بتاعتي. يبقى هو الحد او المستوى الذي اذا وصل اليه رصيد المخزون من الصنف يجب اصدار امر شراء جديد بكميه اقتصاديه تفي بغرض الاستخدام، بحيث عند ورود الطلبيه يكون الرصيد من هذا الصنف قد وصل الى مستوى يسمى الحد الادنى الحقيقي، يعني وصل للحد الادنى الحقيقي ده تكون الطلبيه عندي جت، وهو حد الطوارئ اي الكميه التي يحتفظ بها لمواجهه التغيرات. وباضافه الكميه الاقتصاديه، يعني الاربعه طن، الكميه دي اللي انا طلبتها، ما دي الكميه الاقتصاديه للشراء. وباضافه الكميه الاقتصاديه التي ترد بالطلبيه الى هذا الحد، يعني انا جت لي الطلبيه اهي 4، لما اضيفها على الحد الادنى يمكننا الحصول الى الحد الاقصى للمخزون. خلاص، وباضافه الكميه الاقتصاديه التي ترد بالطلبيه الى هذا الحد يمكننا الوصول الى الحد الاقصى للمخزون. طيب، يتوقف تحديد مستوى اعاده الطلب على عنصرين. طبعا هو هنا بيديني 3 عناصر مش عنصرين بس. طب اول حاجه معدل الاستخدام اليومي او الاسبوعي او الشهري او السنوي. يعني ايه معدل الاستخدام؟ انت بتستخدم قد ايه من المواد الخام دول؟ يعني انت عندك 10 طن، بتستخدم في الشهر الواحد طن، غير لما تكون بتستخدم في الشهر الواحد 5 طن. يبقى هنا مستوى اعادة الطلب هيختلف. تمام، يبقى هنا معدل الاستخدام اليومي او السنوي او معدل الاستخدام بتاعك بيأثر على مستوى اعادة الطلب. خلاص، طب معدل الاستخدام ده يتحدد بناء على الخبرة السابقة والتنبؤ بالمتغيرات الداخلية والخارجية. طب ايه تاني بيأثر عليا لما اجي احدد مستوى اعادة الطلب؟ وقت الاستلام، ويقصد به بالفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ اصدار امر التوريد حتى تصل الطلبية. لو وقت الاستخدام ده بتاعي طويل، يعني انا دلوقتي اللي هو فترة التوريد، انا لما ببعت للمورد اقول له عايز مثلا 4 طن من المواد الخام، بيبعتها لي بعد شهر. في مورد تاني او في صناعة تانية ممكن تبعت لي المواد الخام بعد شهرين او بعد 3 شهور او بعد 4 شهور. يبقى انا لازم اعمل حسابي ان بعد الاربع شهور دول ما يخلصوا، او ان المخزون بتاعي ما يخلصش خلال الاربع شهور دول. يبقى قبل ما المخزون بتاعي يخلص باربع شهور ببلغ المورد انه يبعت لي مواد خام جداد، علشان خلال الاربع شهور دول اول ما يوصل المخزون بتاعي للحد الادنى او الحد الاحتياطي للمخزون تكون الطلبية الجديدة جت. خلاص، يبقى برضو وقت الاستلام بيأثر على مستوى إعادة الطلب. لو المورد بيبعت لي المواد الخام بسرعة بعد شهر أو بعد أسبوع، يبقى مش لازم يفضل عندي في المخزن كمية كبيرة،
يبقى مستوى إعادة الطلب هنا هيبقى قليل، تمام؟ طب لو المورد بيتأخر عليا وبيقعد مش شهرين، بيقعد مثلا 4 5 شهور على ما يبعت لي المواد الخام، يبقى هنا مش هبلغ المورد ان انا عايز مواد خام لما يوصل المخزون عندي ل5 طن، لا ده انا هبلغه لما يوصل المخزون عندي مثلا ل8 طن. ليه؟ عشان انا عامل حسابي ان المورد ده هيتأخر عليا، ان فترة الاستلام طويلة، خلاص؟ طب لو فترة الاستلام بتاعتي قليلة، مش يبقى مش هبلغ المورد بتاعي لما يبقى عندي 5 طن. افرض المورد مثلا اول ما ببلغه بيبعت لي بعد اسبوع، مش شهرين، خلاص يبقى مش هستنى لما المخزون يبقى 5 طن، ده انا ممكن ابلغ المورد لما المخزون بتاعي يبقى 2 طن مثلا، خلاص؟ يبقى لما فترة الاستلام بتختلف، بيختلف برضو مستوى إعادة الطلب، خلاص؟ تالت حاجة بتأثر عليا لما أجي أحدد مستوى إعادة الطلب هي ظروف السوق والتقلبات اللي بتحصل في الأسعار. يبقى أنا مثلا عارف إن سعر المواد الخام هيزيد قدام، يبقى مش هستنى لما المواد الخام بتاعتي تخلص أو تقرب تخلص، لأ ده أنا هشتري مواد خام أكتر عشان عامل حساب إن الأسعار هتتقلب أو يحصل زيادة في الأسعار. طيب نوعية وعدد الموردين، لو الموردين كتير في السوق أنا ممكن أطلب لما المواد الخام بتاعتي تبقى مثلا 2 طن، لكن لو الموردين قليلين، هو مورد واحد في السوق وعليه ضغط كبير من المصانع، خلاص يبقى مش هستنى لما يبقى عندي 5 طن في المخزن، هستنى يبقى 8 طن علشان عقبال ما المورد ده يبعت لي ويرد عليا يكون المخزون بتاعي وصل للحد الأدنى، خلاص؟ يبقى 3 حاجات بتأثر عليا أو بتأثر عليا وأنا باجي أحدد مستوى إعادة الطلب. أول حاجة معدل الاستخدام بتاعي، أنا بستخدم قد إيه من المواد الخام دول. وقت الاستلام هي الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إصدار أمر التوريد حتى وصول الطلبية. 3، عوامل أخرى زي ظروف السوق وتقلبات الأسعار، عدد الموردين، ظروف النقل والشحن وخلافه. السؤال هنا كيف يتم حساب مستوى إعادة الطلب؟ يعني إمتى أقول أنا محتاج أصدر أمر توريد؟ لما يبقى المواد الخام بتاعتي 5 طن، ولا لما يبقوا 4 طن، ولا لما يبقوا 3 طن؟ يبقى هنا بقى جزء عملي هو كيفية تحديد مستوى إعادة الطلب. عندي هنا معادلات بيقول لي مستوى إعادة الطلب بيساوي كمية التوريد زائد الحد الأدنى الحقيقي، يبقى مستوى إعادة الطلب بيساوي كمية التوريد زائد الطوارئ، يبقى هوصل هنا لمستوى إعادة الطلب. طب لو رجعت كده للمثال اللي أنا كاتبه، كمية التوريد كانت كام؟ كانت 4 طن، طب والحد الأدنى أو الحد الاحتياطي كام؟ 1 طن، يبقى لو جمعت 4 طن زائد 1 طن هيديني 5، الخمسة ده هو مستوى إعادة الطلب اللي هو عنده هبدأ أصدر أمر التوريد، خلاص؟ يبقى مش لازم أحفظ المعادلة، ممكن أبقى فاهمها. يبقى كمية مستوى إعادة الطلب بيساوي كمية التوريد اللي هي 4 طن زائد الطوارئ أو الحد الأدنى الحقيقي اللي هو 1 طن هيديني مستوى إعادة الطلب. طيب كمية التوريد بحسبها إزاي؟ يبقى كمية التوريد بدورها تساوي فترة التوريد في معدل الاستخدام. فترة التوريد اللي هي قلنا الفرق بين الوقت اللي أنا هصدر فيه أمر التوريد وهستلم فيه أمر التوريد، يبقى الفرق ده اسمه فترة التوريد. يبقى كمية التوريد دي علشان أحسبها بتساوي فترة التوريد في معدل الاستخدام. يبقى إذا أقدر أقول إن مستوى إعادة الطلب بيساوي، هشيل كمية التوريد دي واحط المعادله بتاعتها، كميه التوريد دي هشيلها واحط المعادله بتاعتها اللي هي فتره التوريد في معدل الاستخدام، وازود عليهم كميه الطوارئ او الحد الادنى الحقيقي. يبقى مستوى اعاده الطلب بيساوي فتره التوريد في معدل الاستخدام زائد كميه الطوارئ. طيب فتره التوريد دي بتساوي ايه؟ احنا قلنا ايه هي فتره التوريد؟ الفرق بين التاريخ اللي هصدر فيه امر التوريد واللي هستلم فيه او هتوصل فيه الطلبية. يبقى فترة التوريد بيساوي تاريخ اصدار امر التوريد ناقص تاريخ وصول الطلبية.
كمان ممكن احسب فترة التوريد دي من خلال معادلة تانية، وهي كمية التوريد على معدل الاستخدام. الكلام ده كله هنشوفه في تمرين. طيب لتحديد موعد إعادة الطلب، يبقى هنا معادلة تانية، موعد إعادة الطلب بيساوي رصيد المخزون الحالي ناقص مستوى إعادة الطلب على معدل الاستخدام. جميل، نشوف بقى مثال على الكلام ده. بيقول لي إذا بلغ معدل الاستخدام الشهري في إحدى المنشآت الكهربائية من الصنف س، يبقى دي مادة خام اسمها س، 300 وحدة، يبقى أنا ده معدل الاستخدام الشهري، أنا بستخدم قد إيه في الشهر؟ 300 وحدة. وكانت فترة التوريد شهرين، يعني إيه فترة التوريد شهرين؟ يعني لما بقول للمورد أنا عايز وحدات معينة أو عايز مواد خام، كمية من المواد الخام، بيبعتها لي بعد شهرين. خلاص، يبقى الفرق بين إصدار أمر التوريد والحصول على الطلبية شهرين. خلاص، طيب كما بلغ الحد الأدنى الحقيقي 200 وحدة، يبقى أنا بشيل قد إيه عندي من المخزون ده للطوارئ؟ 200 وحدة. خلاص، بشيل دايما يبقى عندي في المخزن 200 وحدة احتياطي، لا المورد يتأخر عليا، لا الطلب يزيد على المنتج، فبشيل 200 وحدة احتياطي عندي في المخزن. طيب عشان احدد كمية التوريد، قلنا في المعادلة اللي فاتت كمية التوريد بتساوي فترة التوريد في معدل الاستخدام. طيب يبقى هنا تحديد كمية التوريد بتساوي فترة التوريد في معدل الاستخدام، او معدل الاستخدام في فترة التوريد. طيب انت بتستخدم قد ايه، او معدل الاستخدام الشهري بتاعك قد ايه؟ 300 وحدة. طيب فترة التوريد قد ايه؟ شهرين. يبقى 300 في 2 بيساوي 600 وحدة. يبقى أنا لما أجي أطلب من المورد مواد خام هطلب قد إيه؟ 600 وحدة، دي كمية التوريد. طب ده أنا كده لما أجي أطلب من المورد هطلب 600 وحدة. طيب لما المخزون بتاعي يوصل لقد إيه أطلب 600 وحدة؟ خلاص، يبقى هنا تحديد مستوى إعادة الطلب. طيب يبقى مستوى إعادة الطلب بيساوي الحد الأدنى الحقيقي زائد كمية التوريد. أنت فوق هنا حسبت كمية التوريد بكام؟ ب600. طب الحد الأدنى الحقيقي هو مديهولي في التمرين بكام؟ ب200. يبقى الحد الأدنى الحقيقي 200 زائد، أحط الزائد، كمية التوريد 600، إحنا لسه حاسبينها، هتساوي 800 وحدة. يبقى أنا لما يوصل المخزون بتاعي ل800 وحدة أصدر أمر توريد بقد إيه؟ ب600 وحدة. خلاص؟ يبقى لما المخزون بتاعي ألاقي، أفتح المخزن ألاقي عندي 800 وحدة، أقوم عامل أمر توريد وباعت للموردين، أقول لهم ابعتوا لي 600 وحدة. هل هم هيبعتوا لك ال 600 وحدة دول في ساعتها؟ لأ، هم اللي هيبعتوها لك بعد قد إيه؟ بعد شهرين، لأن هو مديك فترة التوريد شهرين. خلاص؟ يبقى ويعني ما سبق، يجب على إدارة المشتريات البدء في إصدار أمر توريد جديد عندما يصل رصيد المخزون من الصنف 800 وحدة. يبقى لما المخزون بتاعي ألاقيه 800 وحدة أصدر أمر توريد. طب كمية أمر التوريد ده قد إيه؟ 600 وحدة. أقول للمورد ابعت لي 600 وحدة، فهو هيبعت لي 600 وحدة دول إمتى؟ بعد شهرين. يبقى لو بصينا للرسمة دي، برضو دي رسمة مش موجودة عندك في الكتاب، أنا مزودها. طيب لو بصينا هنا، يبقى عند ال 800 وحدة انا بستخدم، انت بتستخدم قد ايه في الشهر؟ لو بصينا اهو المثال معانا، معدل الاستخدام الشهري 300 وحدة، بستخدم في الشهر في التصنيع 300 وحدة. خلاص، انا عند ال 800 وحدة هصدر امر التوريد زي ما اتفقنا. خلاص، يبقى تحديد مستوى اعادة الطلب هو 800 وحدة. عند 800 وحدة هبدأ ابعت للمورد اقول له ابعت لي مواد خام. هيبعت لي قد ايه مواد خام؟ هقول له 600، لان كميه التوريد انا حسبتها طلعت لي 600. خلاص، وابدا اشتغل كده كده عندي في المخزون عندي قد ايه؟ 800 وحده. افضل اشتغل بال 800 وحده دول الشهر الاول. هتستخدم قد ايه من ال 800؟ 300، لان ده معدل الاستخدام الشهري بتاعك 300 وحده. خلاص، يبقى هستخدم 300، هيبقى عندي قد ايه في المخزن؟ 500 وحده. طب هل كده المورد هيبعت لي؟ لا، ده كده بعد شهر، المورد هيبعت لي بعد شهرين. طب هبدأ استخدم من ال 500 وحدة دول
للشهر الثاني، افضل الشهر الثاني شغال بال 500 وحده، هستهلك منهم قد ايه؟ 300 وحده كمان، ما انت بتستخدم في الشهر 300، معدل الاستخدام 300، يبقى هيتبقى من ال 500 دول 200 وحده. خلاص؟ لما اوصل لل 200 وحده دول هيكون الشهرين خلصوا، والمورد هيبعت لي ال 600 وحده اللي انا قلت له عليهم. طيب يبقى اللي اتبقى معايا يبقى في الشهر الثاني قلنا هستخدم من 500 300، هيتبقى عندي قد ايه؟ 200 وحده. 200 وحده دول اسمهم ايه؟ اسمهم الحد الادنى الحقيقي. ولو بصيت للتمرين هلاقي ان الحد الادنى الحقيقي 200 وحده. خلاص؟ طيب يبقى كده انت لما وصلت للحد الادنى، اول ما وصلت لل 200 وحده اللي هو الاحتياطي بتاعك انت ما استخدمتش منهم، خلاص جالك ال 600 وحده اللي انت طالبهم، بقى كده المخزون عندك كام؟ ال 200 اللي انت شايلهم احتياطي زائد ال 600 اللي جولك هيديني كام؟ 800. يبقى ده مستوى اعاده الطلب. يبقى هنا ممكن اقول مستوى اعاده الطلب اللي هو ال 800 وحده بيساوي كميه الشراء، خلاص كمية الشراء أو كمية التوريد زائد الاحتياطي. يبقى لما أقول كمية التوريد زائد الاحتياطي هيديني إيه؟ هيديني مستوى إعادة الشراء أو مستوى إيه؟ إعادة الطلب. يبقى لو بصيت هنا أهو، يبقى إحنا قلنا الـ600 اللي هي كمية التوريد زائد الاحتياطي بيساوي مستوى إعادة الطلب. طب ما هو ده موجود في المعادلة، مستوى إعادة الطلب بيساوي كمية التوريد زائد الحد الأدنى الحقيقي، يبقى ال 200 زائد ال 600. يبقى أنا مش لازم أحفظ القانون، أنا عارف خلاص كده إن مستوى إعادة الطلب بيساوي الكمية اللي هتجيلي ال 600 زائد ال 200 اللي هو الحد الأدنى. خلاص؟ طيب بيقول لي بقى إذا افترضنا إن في المثال السابق إن رصيد المخزون بتاعك 1100 وحدة، فالمطلوب تحديد موعد إعادة الطلب، بمعنى متى يتم إعادة الطلب. يبقى لو أنت المخزون بتاعك كان 1100 وحدة، هنا بقى معدل الاستخدام الشهري بتاعك 300 وحدة، فترة التوريد شهرين، الحد الأدنى الحقيقي 200 وحدة، وأنت عندك في المخزن بتاعك 1100 وحدة، هل لما يبقى عندك في المخزن 1100 وحدة أبدأ أطلب على طول؟ لا. يبقى أمال أبدأ أطلب إمتى؟ لما يبقى عندي في المخزن 800 وحدة، لأن ده مستوى إعادة الطلب. طيب أنت دلوقتي عايز تحدد موعد إعادة الطلب، عندك 1100 وحدة ومستوى إعادة الطلب بتاعك 800 وحدة وأنت لسه حاسبه. طيب يبقى أبدأ أصدر أمر توريد بعد قد إيه؟ مدة بقى. خلاص؟ يبقى موعد إعادة الطلب بيساوي الرصيد الحالي، أنت عندك دلوقتي في المخزون قد إيه؟ 1100 ناقص مستوى إعادة الطلب أنت كنت لسه حاسبه ب 800 هتحطه، على معدل الاستخدام بتستخدم قد إيه في الشهر؟ 300، هيديني كام شهر؟ يبقى أنا لو أنا عندي 1100 وحدة، خلاص 1100 وحدة هصدر امر توريد بعد شهر. ليه؟ لان بعد شهر هيبقى عندي 800، هستخدم من ال 1100 وحده دول هستخدم منهم قد ايه في الشهر؟ احنا قلنا معدل الاستخدام بتاعي 300، فال 1100 دول هستخدم منهم 300، لما استخدم منهم 300 خلال شهر هيبقوا كام؟ 800. يبقى ده مستوى اعاده الطلب. يبقى لو انا عندي 1100 وحده هستنى بعد شهر واصدر امر توريد، علشان بعد كده بعد شهرين يجي لي امر التوريد بال 600 وحده اللي انا طلبتهم. طيب لو انت عندك المخزون بتاعك دلوقتي 1400 وحده، هتصدر امر التوريد بعد قد ايه؟ هشوف 1400 وحده هستخدم 300 وحده خلال شهر، منهم هيبقوا 1100 وحده. طيب يبقى كده عدى شهر، لما يوصل 1100 وحدة هستخدم 300 كمان، الشهر اللي بعده هيبقوا 800 وحدة. يبقى ال 800 ده مستوى إعادة الطلب،
يبقى انا كده قعدت بال 1400 وحده دول قد ايه؟ شهرين. خلاص، يبقى برضو ممكن مش بالفهم احلها بالمعادله. لو انا اذا فرضنا في المثال السابق ان الرصيد الحالي من الصنف يبلغ مثلا بدل 1100 1400، هقول 1400 ناقص مستوى اعاده الطلب اللي هو 800 على 300 هيديني شهرين. 1400 ناقص ال 800 اللي هي مستوى اعاده الطلب هيديني 600، اقسمهم على 300 هيديني 2، يعني بعد شهرين. خلاص، يبقى احنا كده حددنا ايه هو مستوى اعاده الطلب، اقدر احسبه ازاي، وقلنا مستوى اعاده الطلب بيساوي كميه التوريد زائد الحد الادنى للمخزون. طيب كميه التوريد اللي هي 600 دي بحسبها ازاي؟ بحسبها بمعدل الاستخدام الشهري، انت بتستخدم قد ايه في الشهر، واضربها في فترة التوريد. معدل الاستخدام الشهري كانت 300، ضربتها في فترة التوريد كانت 2 شهرين. خلاص، يبقى 300 في 2 ب 600، دي كمية التوريد. خلاص، كمية التوريد ازود عليها الحد الادنى للمخزون اللي هو ال 200 بقت 800، يبقى ده هو ده مستوى اعادة الطلب. خلاص، يبقى الموضوع بس محتاج انك تحل التمرين ده وانت فاهمه، بعد كده هتلاقي المعادلات دي اللي فاتت دي كلها انت فاهم المعادلات دي، مش محتاج انك تبذل مجهود في حفظها. نيجي للنقطة اللي بعدها وهي الرقاب على المخزون. هنا بيقول لي يعني ايه مخزون؟ فالمخزون هو كل حاجة ممكن تحتفظ بيها عندك في المنظمة علشان تضمن عمليات استمرار عمليات التشغيل بتاعتك، ان عملية الانتاج في المصنع تفضل شغالة، وتضمن تلبية الطلب على المنتجات بتاعتك، يبقى المعروض بتاعك من السلع والمنتجات بيتوازن مع المطلوب منها، او طلب العملاء بيتوازن مع طلب العملاء. طيب انا بخزن ايه؟ كل حاجة ممكن تحتفظ بيها عندك في المصنع يعتبر مخزون. زي ايه؟ يبقى هو بيقول لي المخزون هو التجميع المادي لكافة الموجودات المتاحة لدى المنظمة من مواد أو مواد خام أو أجزاء أو مهمات تشغيل، مهمات تشغيل مثلا زي العدد أو الكلام ده. طيب وأجزاء وسيطة، يعني إيه أجزاء وسيطة؟ حاجات بتستخدم في الصناعة بتاعتك أو في التصنيع، أو أجزاء نصف مصنعة. الأجزاء النصف مصنعة دي زي مثلا الصناعات التجميعية، انت شركة عربيات بتجمع عربيات، طب فبتجيب موتور، بتجيب معاه الهيكل بتاع العربية، معاه مثلا الكراسي بتبقى جاية لك، فانت بتجمع الاجزاء دي. طيب كل جزء لوحده ده بيبقى اسمه جزء نصف مصنع. الكرسي ده اللي انت بتجمعه مع الموتور مع الهيكل مع المرايات مع الكهرباء بتاعة العربية، كل ده بيوصلك في الاخر لمنتج نهائي. طيب كل جزء من الأجزاء اللي أنت بتجمعها دي تم تصنيعه قبل كده، ولكن ده مش الصورة النهائية بتاعته، يعني الكرسي ده اتصنع في مصنع للكراسي، ده مش الصورة النهائية بتاعته، الصورة النهائية بتاعته هيبقى جوه العربية، فعشان كده بسميه نصف مصنع. الموتور اللي اتصنع بتاع العربية ده اتصنع في مصنع مخصص لصناعة المواتير بتاعة السيارات، طيب لما وديته مصنع السيارات بقى اللي بيجمع العربية، فالموتور ده لوحده بقى اسمه جزء نصف مصنع، دي مش الصورة النهائية بتاعته، الصورة النهائية بتاعته إنه يبقى جوه العربية. خلاص؟ يبقى كل اللي موجود جوه المنظمة بتاعتي، سواء مواد خام أو مهمات أو أجزاء وسيطة أو نصف مصنعة أو تحت التشغيل، تحت التشغيل ده مثلا ما زي مصانع الأجهزة المنزلية، فيها مثلا قسم للخراطة وقسم مثلا للدهانات وقسم للكهرباء وقسم للحام. خلاص، لو المنتج بتاعك خلاص دخل قسم اللحام وهتخرجه من قسم اللحام تدخله قسم الخراطة. خلاص، طيب يبقى ده بسميه منتج تحت التشغيل، لسه مخلصش. طب ممكن تحتفظ عندك في المخازن بمنتجات تحت التشغيل. خلاص، او السلع تمت الصنع، يعني ممكن المصنع بتاع العربيات يبقى عنده مخزن حاطط فيه عربيات تمت الصنع، خلاص اتصنعت ومستنين بس نديها للعملاء او نوزعها على
التجار او الوسطاء، خلاص. يبقى اي حاجة ممكن تشيلها عندك في المصنع او تحتفظ بيها المنظمة ده بيسمى مخزون، خلاص، والتي تحتفظ بها المنظمة في المخازن والساحات بغرض تحقيق الانسياب المتوازن من الخامات والمستلزمات اللازمة للتشغيل وتوفير مواد الصيانة والإصلاح بما يكفل استمرار الآلات والمعدات أو إحداث بعض التغييرات في طبيعة السلع. يعني إيه الكلام ده؟ بغرض تحقيق الانسياب من الخامات والمستلزمات، أنا ليه بحتفظ بالخامات دي والمستلزمات بتاعة الإنتاج؟ علشان أوفر المستلزمات دي للمصنع، أنا بحتفظ بيها عندي في المخزن، المواد الخام دي بشيلها في المخزن عشان لما المصنع يحتاج يلاقي مواد خام، يبقى يفضل في انسياب في عملية التصنيع، خلاص، يبقى التصنيع عندي سهل على طول، أول ما بحتاج مواد خام بجيب من المخزن أبعت للمصنع، يبقى تحقيق انسياب متوازن من الخامات والمستلزمات اللازمة للتشغيل. طيب، تدور عناصر المخزون وفقا للتوصيف الهيكلي للنظام الإنتاجي حول المخزون ده ممكن يبقى عبارة عن إيه؟ مخزون من المواد الأولية زي المواد الخام قلنا، مخزون تحت التشغيل برضو شرحنا ايه هو مخزون تحت التشغيل، مخزون من المنتجات تامة الصنع، يعني حاجات انا خلاص صنعتها وبحتفظ عندي بحتفظ بيها عندي في المصنع لحين خروجها او نزولها للسوق، خلاص. الاجزاء المصنعة، خلاص، دي بتبقى زي ما برضو شرحنا قلنا زي المواتير، كرسي العربية، المرايات، الحاجات دي تم تصنيعها في أماكن وجات للمصنع عندي فبسميها أجزاء نصف مصنعة، خلاص. الأجزاء المشتراة، ممكن بشتري المصنع بتاعي بيشتري أجزاء جاهزة زي برضو المصانع بتاعة التجميع بيشتري الأجزاء دي علشان يستخدمها في تشكيل المنتج بتاعه، خلاص. المعدات وقطع الغيار، المعدات اللي انت بتستخدمها في الانتاج وقطع الغيار بتاعت المعدات دي بتشيلها برضو، ممكن تخزن قطع غيار للمعدات بتاعتك، زي مثلا عندك آلات شغالة في المصنع وفي آلات شبهها موجودة عندك في المخزن، عشان لما الآلات دي تبوظ ترجع للمخزن تجيب من الآلات اللي موجودة عندك في المخزن، او قطع غيار شايلها في المخزن عشان لما قطع غيار من الآلات أو جزء من الآلات اللي في المصنع يبوظ تستبدله على طول بقطع الغيار اللي أنت مخزنها عندك. طيب، المخزون من الأجزاء زي العدد اليدوية أو المثبتات أو الحوامل، الحاجات اللي بتشيل أو بترفع المواد الخام بتاعتك أو الموازين، خلاص. طيب، المهمات ومواد الصيانة والإصلاح اللازمة لاستمرارية التشغيل زي زيوت التشحيم أو الكلام ده. طيب، المخلفات بأنواعها وتصنيفاتها، طب المخزن المصنع بتاعي بيبقى فيه مخلفات، طب المخلفات دي بوديها فين؟ أنا بشيلها في المخزن برضو لحين التصرف فيها، شركات ممكن تشتريها مني أنا ممكن أتخلص منها بأي طريقة، فالمخلفات دي ممكن تفضل برضو عندي مخزنها في المصنع. مواد التعبئة والتغليف، أنت دلوقتي بتصنع حاجة منتج معين فبعد ما بتخلص تصنيعه بتحطه في كرتونة او بتحطه في كيس بلاستيك بعد كده تحطه في كرتونة، طب المواد بتاعة التعبئة والتغليف دي بحتفظ بيها فين؟ في المخزن، يبقى دي كلها ممكن تبقى عناصر المخزون. طيب، المخزون ده هيفيدني في ايه؟ او انا هستفاد ايه لما احتفظ بالمخزون؟ ايه وظيفته بالنسبة لي؟ يبقى من اهم وظائف المخزون ده ضمان استمرار العملية الانتاجية، انا شايل عندي مخزون في المخزن علشان المكن اللي في المصنع والالات بتاعتي ما تقفش، يبقى شايل مخزون علشان اضمن ان عملية الانتاج تفضل مستمرة. طب ايه تاني؟ تحقيق التوازن بين حجم المعروض من عناصر المخزون وبين حجم المتطلبات من مختلف انشطة المنظمة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز الالات بتاعتي او المصنع بتاعي محتاج طن من المواد الخام، يبقى عندي في المخزن في طن من المواد الخام، يبقى المعروض عندي في المخزن اللي هو الطن بيتوازن مع المطلوب في المصنع اللي هو الطن، خلاص، يبقى في توازن بين حجم المعروض من المخزون، المخزون عندي قد ايه لازم يتوازن مع احتياجاتي او طلبات انشطة المنظمة، انشطة والله المنظمة محتاجة طن مواد خام، يبقى لما ارجع للمخزون الاقي طن مواد معروض عندي طن مواد خام، خلاص، يبقى تحقيق التوازن بين
حجم المعروض اللي موجود في المخزن وبين حجم المطلوب اللي مطلوب في المصنع. طيب القدرة على تحقيق التخصص في الإنتاج، يبقى أنا عندي أول ما بحتاج حاجة للمصنع بتاعي أقدر أنتجها، ما الإنتاج بتاعي ما يقفش، خلاص يبقى أنا متخصص في إنتاج كذا. طيب القدرة على الوصول إلى الحجم الاقتصادي لطلبية الشراء أو الإنتاج، يعني إيه الكلام ده؟ إحنا من الأول خالص لما جينا نقول في أول الفصل الحجم، إيه هو الحجم الاقتصادي للشراء؟ وقلنا هو الحجم اللي عنده هتكون في توازن بين تكلفة الشراء وتكلفة التخزين، خلاص؟ الحجم الاقتصادي لطلبية الشراء، أنا مش هشتري كمية كبيرة عشان لما أشتري كمية كبيرة ممكن تكلفة التخزين تبقى زيادة. طيب لما أشتري طلبية صغيرة ممكن أعمل أوامر توريد كتيرة فتكلفة الشراء هتبقى كتيرة لكن تكلفة التخزين هتبقى قليلة. أنا عايز أوصل للحجم الاقتصادي اللي هو الموازنة بين تكلفة الشراء أو وتكلفة التخزين، فعشان كده بوصل لما أوصل للحجم الاقتصادي ده الكمية دي بحتفظ بيها عندي في المخزن، يبقى ده أهمية المخزن. 6 تحقيق التوازن بين مدخلات ومخرجات عملية التشغيل الحالية والعمليات السابقة. يعني إيه؟ دلوقتي عندي عمليات تشغيل حاليا، المصنع دلوقتي شغال في مواد خام وشغال. طيب يبقى المواد الخام ده، المادة الخام بتستخدم كمدخلات، فالمصنع عندي سحب من المخزن مدخلات اللي هي مواد خام وبدأ يشغلها، خلاص شغلها وطلع طلع سلع نهائية. طيب لما طلعنا سلع نهائية، مش أصلا في سلع نهائية موجودة عندي في المخزن؟ لا، ده أنا لازم أخرج السلع النهائية اللي موجودة عندي في المخزن أو أنزلها السوق لأن عندي سلع نهائية لسه مصنعها، وبعد كده أجيب مدخلات تاني من المخزن أحطها أوديها المصنع عشان أبدأ أصنع فيها، فيطلع لي منتجات نهائية أبدأ أصرف المنتجات النهائية دي. يبقى في توازن بين مدخلات ومخرجات العملية التشغيلية الحالية والعمليات السابقة، خلاص. طب المخزون ده بيتأثر بمجموعة من المتغيرات، حجم المخزون أنا بحتفظ بمخزون عندي قد إيه؟ ده بناء على طبيعة أو نمط العمليات الصناعية والإنتاجية، وكنا خدنا قبل كده لو الإنتاج بتاعك نمطي ممكن تستخدم كمية كبيرة من المخزون، إنما لو الإنتاج بتاعك على حسب الطلبية بكل عميل ليه دماغ معينة وإنت عايز تلبي له احتياجاته، فهنا بيبقى المخزون عندك كمية صغيرة من المواد الخام. يبقى على حسب نوع العمليات الصناعية والإنتاجية بتاعتك، على حسب طبيعة الأصناف المخزونة، فيما ممكن أصناف لو اشتريت كمية كبيرة منها تبوظ عندك في المخزن، في أصناف ممكن لما تحتفظ بيها ما يحصلهاش حاجة، فده ما بيفرقش معاك ساعتها إنك تشتري كمية كبيرة من المخزون. يبقى يتأثر بالمخزون بطبيعة الأصناف اللي أنت مخزنها. أساليب الشراء وطبيعة مصادر التوريد، برضو مصادر التوريد بتاعتك لما يكون مصدر التوريد بيلبي لك احتياجاتك بسرعة، أول ما بتطلب كمية من المواد الخام بيبعتها لك، يبقى أنت مش لازم تحتفظ بكمية كبيرة من المخزون. ليه؟ لأن أنا أول ما هحتاج المورد هيبعت لي. طيب لو أنا لما بحتاج المورد بيتأخر عليا، يبقى لازم أحتفظ عندي بمخزون علشان لو المورد اتأخر المصنع عندي ما يقفش. يبقى على حسب طبيعة مصادر التوريد بتاعتي. طيب على حسب وقت الشراء برضو المورد ده هيتأخر عليا قد إيه، ده بيفرق في المخزون. هدف خدمة العملاء، أنت عايز تلبي هدف خدمة العملاء بتاعتك، يبقى لازم تحتفظ بكمية كبيرة من المخزون عشان لو جه عميل وطلب كمية مثلا من المنتج بتاعك أنت تقدر تلبي له احتياجاته وتصنع له الكمية اللي هو عايزها، خلاص. فلو فارق معاك هدف خدمة العملاء يبقى هتحتفظ بكمية كبيرة من المخزون، مش فارق معاك يبقى هتحتفظ بكمية محدودة من المخزون. طيب تكاليف المخزون، طبعا لو تكلفة المخزون كبيرة يبقى هتحتفظ بكمية صغيرة من المخزون، تكلفة المخزون صغيرة يبقى مش مشكلة تحتفظ بكمية كبيرة من المخزون. طيب يعني ايه بقى الرقابة على المخزون؟ الرقابة على المخزون يعني بخطط
واعمل جدولة يعني ترتيب كده وخطط زمنية لكمية المواد والخامات والأجزاء والمنتجات كاملة الصنع ومختلف الاحتياجات، كل الحاجات اللي انت كنت مخزنها دي بتعمل لها ترتيب وجدولة ومختلف الاحتياجات اللازمة للعمليات الإنتاجية أو لطلبات العملاء. أي حاجة تتعلق بالعمليات الإنتاجية اللي عندك في المصنع بتحتاج لها رقابة على المخزون. انت بتراقب على المخزون ليه؟ علشان العمليات الإنتاجية أو المصنع عندك هو شغال، أول ما يحتاج حاجة تقدر تلبي له احتياجاته. العملاء بتوعك ليهم طلبات، مثلا في عميل عايز 10 وحدات من السلعة اللي انت بتصنعها، عميل تاني عايز 20 وحدة، عميل تاني عايز 3000 وحدة. فانت وظيفة الرقابة على المخزون انك توفر للمصنع المواد الخام وتوفر للعملاء المنتجات تامة الصنع. يبقى هنا انت بتخطط وبترتب عملية الانتاج، تمام، علشان تلبي احتياجات العمليات الانتاجية وطلبات العملاء ومتابعة العمليات الإنتاجية دي عشان تقدر توفر لها المواد الخام اللي هي عايزاها. يبقى هنا يقصد بالرقابة على المخزون النشاط الخاص بالتخطيط والترتيب والجدولة لكمية المواد والخامات والأجزاء والمنتجات كاملة الصنع ومختلف الاحتياجات، كل الاحتياجات اللي هيحتاجها العمليات الإنتاجية بتاعتك والعملاء بتوعك. يبقى أنت اي حاجه هتحتاجها المصنع بتاعك والعمليات الانتاجيه او هيحتاجها العملاء، وظيفه الرقابه على المخزون انها توفر له الاحتياجات دي ومتابعتها حتى يمكن توفيرها بما يتفق مع ظروف وجداول التشغيل المخططه كما ونوعا. خلاص، وده طبعا بيحقق انتظام عمليات التشغيل واستخدام الامكانيات. انت دلوقتي لو انت مفيش رقابة على المخزون ممكن المخزون بتاعك فجأة يخلص وبعد كده المصنع يحتاج مواد خام ما يلاقيش، فالمصنع بتاعك يقف، فعمليات التشغيل بتاعتك تقف وامكانياتك والطاقة بتاعتك تبقى واقفة مش شغالة. يبقى هنا مش هتستخدم الامكانيات بتاعتك، يبقى عندك طاقة عاطلة. انت طبعا بتتكلف الموظفين اللي موجودين عندك ومش شغالين، دول مش لاقيين مواد خام يشتغلوا بيها، انت بتدفع لهم اجور فتفضل التكلفة بتاعتك موجودة، تمام؟ يبقى دي خسارة انت بتتحملها بسبب عدم الرقابة على المخزون، تمام؟ يبقى الرقابة على المخزون هتحقق لي اقل تكلفة ممكنة وانتظام تدفق المنتجات الجاهزة للعملاء في المواعيد المخططة. يعني مش بس الكلام جوه المصنع اوفر المواد الخام للمصنع بتاعي، لا ده انا كمان هوفر او هيبقى انتظام تدفق المنتجات الجاهزة للعملاء. يبقى العميل بتاعي لما يعوز المنتج اللي بيحتاجه انا اقدر اوفره له. خلاص، طيب، يبقى نشاط الرقابة على المخزون هنا بيهتم بايه او يعني من الحاجات اللي بيهتم بيها ارصدة عناصر المخزون، المواد الخام مثلا والحاجات الاجزاء الشبه مصنعة او تحت التشغيل قد ايه هي، انا عندي مواد خام قد ايه في المصنع دلوقتي، كام طن من المواد الخام او كم وحدة من المواد الخام. تاني حاجة تكلفة عناصر المخزون، المخزون اللي موجود عندي ده مكلفني قد ايه، انا عشان اشتري الكمية مثلا 10 طن من المواد الخام دي هتكلف قد ايه، طب انهي الاحسن اشتري 10 طن ولا اشتري 5 طن بس احتفظ بالمخزون 5 طن ولا 10 طن. يبقى تكلفة طبعا كل ما يزيد كمية المخزون كل ما هترتفع تكلفة التخزين. طب معدلات استخدام كل عنصر، المواد الخام دي انا معدلات الاستخدام بستخدم في الشهر طن ولا 2 طن ولا 3 طن، فده نشاط الرقابة على المخزون هو اللي هيحدد معدلات الاستخدام. طيب اوامر الشراء الصادرة للمواد الخام دي مين اللي هيصدر اوامر الشراء؟ ادارة المشتريات، تمام. طب انا امتى هصدر اوامر الشراء؟ يبقى الرقابة على المخزون هي اللي هتحدد امتى هصدر اوامر الشراء. يبقى الرقابة على المخزون بتتابع 4 حاجات: ارصدة المخزون، تكلفة عناصر المخزون، المخزون اللي انت اشتريته والمواد الخام اللي انت اشتريتها دي ما انت دفعت فيها فلوس من رأس مالك، ممكن الفلوس اللي انت اشتريتها دي كان ممكن تستثمرها في حاجة تانية، تمام. طيب او ممكن برضه لو انت ما اشتريتش مخزون خالص هتلاقي الانتاج بتاعك وقف والمصنع بتاعك مش شغال وتحملت خسائر. يبقى انا بين نارين، اشتري كمية مخزون كبيرة
ويبقى فيه استثمارات عاطلة ودافع فيها فلوس وسيولة والرأس مالي والمخزون ده ما استخدموش ويعتبر استثمارات عاطلة، أو يبقى يضيع عليا فرصة إن أنا أستثمر الفلوس في المخزون دي. أدي ده من ناحية. من ناحية تانية، لو أنا ما احتفظتش بمخزون خالص ممكن الإنتاج بتاعي يقف. يبقى هنا لازم يبقى فيه موازنة في تكلفة عناصر المخزون، معدلات استخدام كل عنصر، أنا بستخدم كل عنصر بالنسبة قد إيه، أوامر الشراء، إمتى هصدر أوامر الشراء. طيب، نشاط الرقابة على المخزون بيحقق لي 3 حاجات. الحاجة الأولى قيمة المخزون، التسليم السريع، الإنتاج الاقتصادي. قيمة المخزون، وإحنا لسه قايلين إحنا عايزين نقلل استثماراتنا في المخزون بقدر الإمكان. ليه نقلل استثماراتنا في المخزون بقدر الإمكان؟ علشان نوفر الاستثمارات دي في مجالات تانية، وفي نفس الوقت ما نقللش الاستثمارات في المخزون دي بدرجة زيادة عن اللزوم، عشان لو قللناها زيادة عن اللزوم وما اشتريناش مخزون ممكن الإنتاج يقف. يبقى هنا قيمة المخزون دي تتعلق بتخفيض إجمالي قيمة الاستثمارات في المخزون، وتحقيق الموازنة بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف نفاذ المخزون. ولا هحتفظ بالمخزون زيادة عن اللزوم، ولا هحتفظ بمخزون قليل جدا بحيث يحصل نفاذ للمخزون دوت واتحمل انا تكاليف النفاذ دي. خلاص، يبقى بحافظ على او موازنة بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف النفاذ. يبقى ده قيمة المخزون دي بتحققها لي وظيفة الرقابة على المخزون. تاني حاجة وظيفة التسليم السريع. يعني ايه؟ انا بحتفظ بمخزون وبحدد الحجم الامثل للمخزون عندي في المخزن عشان لما العملاء يجوا يطلبوا او يزيد طلبات العملاء اقدر اسلمهم في المواعيد اللي انا حددتها لهم. خلاص، التسليم السريع يتعلق بالمحافظة على مواعيد التسليم للعملاء، ويتعلق بهدف خدمة العملاء اي التوزيع واستمرارية تغذية السوق. الانتاج عندي ما يتعطلش. تمام، ده اللي بيتحققه لي تاني وظيفة او تاني قيمة بتحققها لي وظيفة الرقابة على المخزون. تالت حاجة الإنتاج الاقتصادي، يتعلق بتخفيض التكاليف الإنتاجية من خلال تغذية خطوط الإنتاج باحتياجاتها وتحقيق انسيابها بين المراحل الإنتاجية. يبقى أنا عندي أول ما خط الإنتاج بيحتاج مواد خام على طول بديله المواد الخام بتاعته. ليه؟ علشان خط الإنتاج ده ما يقفش، لأنه لو وقف هتحمل تكاليف، يبقى أنا بخفض التكاليف الإنتاجية. يبقى الإنتاج الاقتصادي يتعلق بتخفيض التكاليف الإنتاجية.